الملف ده، اتفضل. القصه عندنا كابتن اسلام، يعني باكد الموضوع ده في كل مكان بطلع فيه، كامل الاحترام لكل الاسماء اللي موجوده، طبعا ناس نزيهه ونظيفه وبتشتغل وبتتعب وي وي وي، لكن الناس دي على المستوى الاداري نجحت فيه قبل كده؟ احنا مش هنذبهم يعني، ما ايوه كلهم احنا ولاد حلال يعني ايه، يعني على ماليش المستوى، دعوه على يعني. المستوى الاداري نجحوا في ايه قبل كده؟ هل يليق مثلا مع كامل احترامي لكل الناس اللي موجوده ان انا يبقى عندي رئيس نادي مثلا النادي بتاعه في الدرجه الثانيه فينزل بيه درجه ثالثه فانا بكافئه واجيبه يمسك اتحاد الكوره يبقى موجود في اتحاد الكوره؟ هل ده صح اللي بيحصل يا كابتن اسلام؟ انا عايز اخد اصوات محافظه او الصعيد، وعايز اخد اصوات وجه بحري، وعايز اخد اصوات منطقه كذا، وعايز فببتدي اجيب من كل مكان حد يمثلني عشان اجمع. انا عايز انجح، مش بفكر انا هطور ازاي في كره القدم. انا لما جيت اشتغلت صحفي في فتره من الفترات وعملت منتخب ناشئين قوي وكان النواه بتاعته ظهرت في 2006 و2008 و2010 مع كابتن حسن شحاته وكابتن شريف زي ما ده محمد اللي انا بتقول، بقوله لك، ده كان معاه مشروع. حسني عبد ربه وكان معاه احمد فتحي وكان معاه احمد متعب وكان معاه جيلين عمرو زكي ثلاثة وكان اتكون معاه محمد منهم عبد الوهاب رحمه فريق. الله عليه، وكان مع الجيل ده مع السكواد القوي اللي كان موجود في النادي الاهلي مع فكر مانويل جوزيه ازاي اكسب بره زي جوه، ما عنديش فكره ثقافه ان انا برضه اطلع مهم بره مش عارف جدا. ايه. فانت ربيت عند الناس دي ان انت بدات الجيل صغير، الجيل ده اشتغلت عليه صح، كبر معاك، حظنا زي ما قلت برضو وفكره كابتن عصام في التوقيت ده ان الكابتن حسن شحاته موجود هو اللي كان بيدربهم، فالراجل عارف امكانيات اللعيبه دي كويس، اعتمد عليهم، ابتديت بعد كده تحصد نتاج اللي انت عملته ده، بتاخد بثلاث بطولات متتالية متتاليه في امم ومستوى افريقيا، مستوى فني ده كويس الكيرف ما جدا، بينزلش، انت مستوى بتكسب كوت عالي ديفوار يعني. اربعه، بتكسب الكاميرون اربعه، بتكسب غانا، وبتكسب كله يعني ما بتلعبش مع فرق زي اللي احنا لا لعبناهم لا مثلا لا في البطوله دي اقل فنان يعني. بالظبط. فانا لو عايز بقى، في ناس بتحب البلد دي وعايزه في مجال الكوره وعايزين يطوروا فيها زي ما بيحصل في كره اليد كده، اشتغل من دلوقتي على كاس افريقيا اللي هتقام بعد 10 سنين واقول ازاي انا اعمل منتخب يقدر يوصلني، مش مثلا فلان صاحب لعيب في المنتخب فيكلم مش عارف مين فيجيب والده يبقى ماسك منتخب مصر الناشئين فيعمل نتائج سيئه فيمشي، الكلام ده كله ما ده الناس دي ما بتحبش مصر كده. ما انا دلوقتي الشعب ده بيتنفس كوره، الناس بعد ماتش الكونغو انت موجود في مكان مفتوح ومعاك حوالي 500 واحد بيتفرجوا، شوف شكل الناس وهي خارجه، شتان الفارق لو انت كملت وكسبت الناس الانطباع بتاعها بقى عامل ازاي. يبقى انت ما بتعملش ايه، مش لعبه وحاجه مدوره الناس بتجري وراها والكلام اللي بيتقال ده، انت بتتحكم في مود وترمومتر شعب بالكامل. والريس قال الكوره كده، بالنسبه هنرجع له لحته برضه قلناها في البدايه. اكمل بس النقطه ده كابتن، ماشي اسف معلش. فانت دورك دلوقتي ان انت تسعد الناس دي. طيب انا لازم اخطط، اخطط ازاي؟ هبتدي اشتغل مثلا على فريق 2006 او فريق بتاع كابتن وائل رياض 2005، وازاي الجيل ده اشتغل عليه من دلوقتي او الجيل اللي هو حتى اللي هيجي بعد كده، ازاي الجيل ده صعدني كاس عالم بعد كده، ازاي الجيل ده يسيطر زي ما السنغال عملت، زي ما المغرب عملت، زي ما كاب فيردي عملت، زي ما موريتانيا عامله. متاخر قوي يا محمد، لا احنا بنتكلم بقى في احنا نشتغل متاخر قوي. طيب ماشي، اللي متاخر قبله قوي انا قصدي اللي قبله يعني انا بتكلم ده او اللي قبله او وات ايفر الجيل ايه، لكن لازم نشتغل. لكن انا دلوقتي يا كابتن بلال انا همشي التعاون، وانا موقفي الناس لازم تمشي بغض النظر بقى بعد 7 شهور بعد يحصل اللي يحصل، لازم يبقى في حساب. همشي روي فيتورا اللي اصلا في الاساس اختياره كان غلط لان الراجل ما عندوش اي خبرات في افريقيا. انا لازم اللي بيخطط ده او بيفكر هو مثال بمناسبه الكلام على كره اليد واللي حضرتك ضربته، انا هضرب لك مثال صغير في الاهلي عندنا. ليه مجلس اداره النادي الاهلي وكان رحمه الله عليه الوزير عامر فاروق وكابتن خطيب والناس المسؤولين عن قطاع الالعاب الاخرى في النادي الاهلي جابوا ديفيد ديفيز في كره اليد في الاهلي؟ لانه كان مهم احسن جدا، مدير فني في العالم يبني فريق فرقه يقدر يحصد البطولات لمده 10 سنين، وده اللي بيحصل. ولما سالوا الدكتور حسن مصطفى اكد لهم نفس الكلام، وديفيد ديفيز حتى اسلام حسن كابتن الفريق كان سنه كبير قال ما ينفعش بعمل مشروع وطور الاهلي دلوقتي بياخد افريقيا بياخد السوبر بيكسب الزمالك في الكاس بيكسب الزمالك في دوري الزمالك. لا لا النقطه برضه هنا اشتغلت صح يا كابتن اسلام.